ترك الصلاة مش هنحس بخطورته إلا إذا التزمنا بالصلاة. لما كنا ما بنصليش كنا عميان البصيرة، كنا فاكرينها حاجة سهلة ومتعودين على تركها وإنها مش مصيبة ولا حاجة، وأدينا عايشين ما بنصليش وبناكل وبنشرب وبنتنفس وبنتجوز، مفيش حاجة نقصانة. لكن حقيقي بعد ما بنلتزم بالصلاة لفترة من الزمان بنقول لنفسنا احنا خسارة فينا الكرم اللي كنا عايشين فيه من ربنا واحنا ما بنصليش. احنا ازاي كنا بنتمرغ في النعم دي كلها ومستخسرين نقول شكرا يا رب في سجدة؟ ازاي كان بيجيلنا قلب نسمع الله اكبر وما بنقومش نصلي؟ ازاي ربنا عز وجل صبر علينا وامهلنا وسابنا عايشين لحد ما هدانا للصلاة؟ احنا ضايعين من غير الصلاة. صلوا علشان تعرفوا قيمة الصلاة وتحسوا بسعادة المصلين. مهما تكلمنا ومهما سمعتوا ومهما حكينا عن فضل الصلاة وعن جمال الصلاة، عمركم ما هتحسوا إلا لما تدقوا وتجربوا بنفسكم وتصلوا بجد وتلتزموا بالصلاة كلها على وقتها. وبقول على وقتها لأن زي ما أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، إحنا كمان هتبقى أحب الأعمال لينا الصلاة على وقتها، وهنحس بالجمال ده لما نجربه ونعيشه فعلا مش كلام وبس. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.